وهذا سيسني. من عام عناوين الليلة عنوان واحد وفي غيره جمعتنا الحبيبة أو بعد شو والحلو بجمعتنا إنه كلنا مفكرين نشوف بس طلع ما حد تلتفز في الساعة 8 صباح الخير والنصف في الساعة 5 اللقاء تلتفز زحفنين نحو الغرب زحفنين فاهم زحفنين حرفيا حرفيا إنه كذا شاب أو صبية مشي معه وزحف نحو يعني اولا تحب حلوه صح هلا بدنا نزحف على الجامعه هلا عندك عن الزحف من الجامعه عندك الاختصاص سي سي ار اي سي سي ار اي هو عباره عن شيء كثير طويل لا مش هالقد هو اختصاص ما معروف شو وضعه ممكن تعمل كمبيوتر كمبيوتر بروجرامينج نتورك زبال زبال نتورك مش وعداك عن انه عندك اختصاص رائع كثير عندك دكاتره ولا حرف ولا أفضل فوت الدكتور ما عارف شو يعني يشرح بس شيء بعيدة طب بس عندي هالفكرة ما فهمت بعيدة بس بيقراها من الدور ما في عندك حل تاني ما في كلام ومن أهم الدكاترة الموجودين عندنا ما شايف بعدين ما هذا ما في شيء بس بيبقى عندنا جنس كثير رائع إنه الدكاترة والجامعة كلهم بإيه والتلاميذ بإيه تاني يعني نبهت التلاميذ يعني الصراحة دخلناها احنا لازم نخفف لازم شوي مين نخفف يعني نخفف شيء ثاني بمعنى واحد مثل السبايدر بده نخفف بس الواحد نخفف شيء ثاني مين المدلكة؟ المدلكة فين؟ المدلكة فين المدلكة؟ ازيك يا مفعوصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.